دابا من بعد ما دازت 10 دقائق كيف كتشوفوا، قربت لكم يديا باش تشوفوا. دابا غادي نبقاو نقوميو تنقوميو. مساء النور، مساء الخير، مساء الحب، سلوى السلام، لاباس عليكم، كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. اليوم جيت لكم فيديو جديد، هو فيديو عباره عن تبريمه ديال الحمام. كيفاش الا تمشي للحمام تخرجي هكا كتشعلي، تخرجي بالله راه كتشعلي، زوي الانسان يتهلا في راسو. ماشي غير غادي للحمام غاديه كتمشي وكتحمحم وتكبوا عليكم الميمان نتوما جايين، لا لا لا، خصك تمشي وتعطي الحمام حقه وطريقه. يعني خصك تمشي وديري التبريمه وديري كوماج وطلي ليا لاله في الحاله، باش على الاقل كتحسي براسك راكي مشيتي للحمام، كتحسي براسك راكي عروسه بوحديتك. ماشي ضروري حتى نطلعو في راسنا، حتى تكون عندنا شي مناسبه عاد نطلعو في راسنا، عاد نديرو دي كوماج، عاد نديرو دي سوا، لا لا لا، دائما خصك تكوني غزاله وتهلاي في راسك حيت انت بغيتي، ماشي حيت الناس، انت خصك تكوني زوينه وبغي راسك. لا لا، بغي راسك. ملي تفيقي مع الصباح شوفي في المرايه وقولي اختي تبارك الله عليا شحال غزاله، قل والله احد الصمد هكا، باش كتولي هذيك لينيرجي الايجابيه دائما عندك في الفون ديالك، وكتولي حتى الناس الا قالوا لك انت زوينه كتقولي لهم لا لا قولي شي حاجه اخرى، ما انا هذيك زوينه انا عارفها. على اي باش ما نجيش الفيديو طويل، غادي نختصر عليكم، ما تقولوش لي فيك الهضره بزاف. هذه اقسم لكم بالله الا غزاله غزاله، انا دائما كنديرها في الحمام، وحين كنتلاقى مع بزاف الناس في الحمام كيبقاو عليا شنو دايره شنو دايره شنو دايره، قلت ندير لا فيديو باش يتنفعوا به كلشي وكلشي يشوفوا، وتا هما يديروا بحالي وبعد يديروها. عندنا ناخذ معلقه ديال الصابون البلدي، كاينين في دول اخرين ما كيعرفوش شنو هو الصابون البلدي، الصابون البلدي المغربي يعني الصابون الاسود بحال هذا. غادي ناخذ واحد، غادي ندير غير شويه حيت انا غادي نديرو ليديا. هادي بالنسبه لهاد التبريمه هادي او هاد الخلطه هادي، تقدري ديريها في الدوش قبل الدوش وديريها الى غادي الحمام. الحمص مطحون، عندي هنايا نيدو او ما يسمى بالحليب غبره، عرفتي كاع القريعات ديال الدار ساليت معاهم قسما بالله، كاع فيما كانت شي صوبيره صغيره، فيما كانت شي بواطه صغيره، فيما كانت شي قرعه، ولا عندي بلاكار، عندي واحد البلاكار خصني شي نهار نصورو ليكم، عرفتي عشاب ماشي بلاكار عشاب، عرفتي كلشي عندي كاع العشوب عندي. وعندي هنايا الشوفان، الشوفان كتاخدوه وكطحنوه وكتبقاو كتستعملوه. كندير قبل ما نعس كندير شي ماسك طبيعي، ولا كنبغي نتهلا في الحاله نتهلا في الوجهيه ديالي في اليديات ديالي في الجسم ديالي، دونك هادشي دائما عندي مطحون، عندي الفول، عندي الحمص، العدس، كلشي مطحون، الشوفان، الروز، كلشي، باش هكا كيسهل عليا. كنديروا معلقه ديال الشوفان مطحون، نصدوه البواطه ديالنا. والمكون الاساسي والمهم في الوصفه هو الشيح، ما عرفش الصراحه الاسم ديالو باللغه العربيه، ما عرفش شنو كيقولوا ليه، هو داير بحال هكا. الشيح هو عشبه راه معقم زوين لكل شيء، زوين للشعر، زوين لابو، زوين للجسم، زوين المناطق الحساسه، كيطهر، اونتي بيوتيك فعال، كيحيد الميكروبات وكينقي الجلده وكيحيد ليها ديك الجلده الميته او الخلايا الميته، راه غزال عن تجربه. سولوا مواتكم، سولوا جدواتكم هكا باش تاكدوا من الفعاليه ديالو. ها ما عرفتش واش كتبان لكم الشيح. غادي ناخذ هنايا معلقه، صراحه الله ما عرفتش علاش ما كاينش تفاعل بزاف مع لي فيديو ديالي، مع العلم انني كندير مجهود كبير وكنقلب لكم وكنبحث باش نعطيكم دائما الجديد في الجديد، ولكن نتوما يا المعجزين ما كديروش ليا سبسكرايب وما كديروش ليا لي لايك تعليق لي بارطاج باش تعوم الفائده على الجميع، وهكا باش نزيد نعطي حتى انا اكثر واكثر. ما تفشلونيش الله يرحم لكم الوالدين، وانا كنحاول نزيد نعطي ونزيد نبحث لكم باش دائما نلقى لكم الجديد، وانتم ما بغيتوش تفشلوني او الي. كيف تتشوفوا
غنبداو نخلطوا دابا في المكونات. نسينا اخر مكون اللي هو الحامض، كنعصروا نص حامضه. الحامض كنعرفوا المزايا الكبيره ديال الحامض، هو مفتح ومبيض ومرطب في نفس الوقت، كيحيد لنا دوك الشوائب وهذوك التصبغات اللي كيكونوا عندنا في الجسم، وحتى دوك الحبوب اللي كيكونوا عندنا في الجسم كيحرقهم وما كيبقاوش يعني كييبسوا كيتيبسوا يعني كييبسوا. هي هذيك ضحكوش ليا على تحصلوا على عجين متماسك بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا. دابا انا غادي نطبيها على يديا باش تشوفوا معايا النتيجه. صمنوع كناخذوا هذا الجسم ديالنا ملي كنمشيو للحمام بعد ما كنكبوا علينا الماء السخون باش كيتحلوا لنا المسامات هما الاولين، اما الا كنتي في لادوش حتى هي كذلك، ولا حتى كنتي في الدار نفس الطريقه. عاد كنطبيو هذا هو الجسم ديالنا، كنطبيو بهذه الطريقه بحركات دائريه باش كيتشربوا الجسم ديالنا. انا كندير ليديا كامله باش تشوفوا. هاد الوصفه غزاله غزاله والله حتى غترحموني عليها. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال داك الحبوب، تتلقاو عندهم الحبوب في الظهر ديالهم وفي الجسم ديالهم في الدرعين ديالهم في الفخاد في كل شيء، ولا حتى في الوجه ديالكم راه غزاله. دابا من بعد ما دازت واحد 10 دقائق كيف كتشوفوا، قربت لكم يديا باش تشوفوا، دابا غادي نبقاو نقوموا. دابا شوفوا من بعد ما يبس احنا كنبرموا، كتبرموا بهذه الطريقه هذه. شوفوا الوصف، شفتوا لي يديا كيتفتحات اللون ديالها كيتفتح، يعني كاع هذوك التصبغات وهذوك الخلايا الميته اللي كيكونوا عالقين لينا في الجسم كيحيدوا لينا من اول الاستعمال. والوسخ ما نقولش لكم، بعد ما كتشدوا كتغسلوا الجسم ديالكم كتشلوه بالمدافي وكدوزوا عليه الكيس، راه عرفتي كي كيخرج اللحم راه كيخرج هكا كيشعل، عرفتي كتخرجي عروسه من الحمام غزاله، يعني كيخرج الجسم ديالك نقي ما فيه حتى شي يعني ما فيهش شي حبوبه ولا فيه تصبغات، واللون موحد ما كيبقاش عندك هذاك التصبغات في الجسم عفوا، ما كيوليش كيولي ناصح. وحتى الرطوبه ما نقولش لكم، الرطوبه للجسم كيخلي هاد الوصفه كتخلي اللحم رطب فحال ديال لي بيبي. دابا النتيجه بيداتكم، دابا نتوما حكموا، شوفوا هاد اليد وشوفوا هاد اليد، هذه هي اللي درت لها التبريمه وهذه هي يدي العاديه، كاين فرق ولا ما كاينش؟ هذه غادي تشوفوا بان كاين فيها تشققات وكاين فيها داك الشيء ما واضح. شوفوا هادي، شوفوا انا غنقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا، شتو اللحم، اللحمه كتبان بيضه كتشعل ولي زوين بزاف، وان ما كاين لا تشققات لا والو، على عكس هادي شتو فرق واضح وشاسع. كنتمنى لا فيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الناس اللي عاد نضافوا القناه ديالي يضغطوا على زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي عند نزوله، ودائما نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتمنى نكون كندخل لقلوبكم ونكون كنفيدكم ولو غير بشويه. وراكم عزاز وغاليين، وخليكم زوينات حيت نتوما زوينات وتستحقوا تكونوا زوينات، وبزاف ديال الحب لكم وبزاف ديال البارطاج. بارطاجيو بارطاجيو قد ما قديتو باش هكا تعوم الفائده على الجميع. خليت لكم راحه الله، وراكم في البال وراكم في القلب، وخليكم زوينات حيت نتوما زوينات. باي باي.